I can only imagine how it is to be with you. From the first day I saw your face, I knew this love was true. But you already taken nothing like. السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم. المهم كنت كنتقضى في مرجان فحالي فحالكم، جاني واحد ستوريات اللي طالعين من عند احمد فلوغ اللي هو راجلي. الصراحه تفرجت فيهم وبكيت، بكيت معاه بحال راني ماشي مراته، بحال راني ما عايشاش معاه. جاه شي هجوم اللي الصراحه بقى فيه الحال بزاف، وبكى حيت الناس لقبوه واحد اللقب اللي عيب وحرام انه يتلقب به. واللي ضربني في الامر هو ان المعنيين بالامر عاجبهم هذا الوضع، يعني الصراحة بقى فيا بزاف راجلي وما بغيتوش انه يتألم. السيد مسكين كيبقى فيه الحال. بطبيعة الحال ديما الانسان قبل ما يهين انسان واحد اخر قولوا غير الله اعلم شنو واقع. فحشومة وعيب وعار، والله لا عيب وعار انكم تحكموا من غير ما تكونوا فاهمين حتى شي حاجة. احنا طوينا صفحة ودرنا صفحة جديدة وتواصل مع ناس اللي من العائلة ديالو باش يتدخلوا في الامر، ما لقاش واحد الرد، وديما كان كيقول الحاجه اللي ما كتعجبوش ولا الحاجه اللي كتضرب في قلبه هي اللي كنلغد ليه كتحط. فصافي رجع باللور، وبالعكس انا بالعكس هزيت بنياتي بلا خبر راجلي وديتهم ليهم حتى الباب ديال الفيلا وصونيت وبقيت واقفه في الباب وخرجت غير هجر. كون ما كانوش هما ولو كان كانوا كنا غادي نتسلموا بحال ما طاري حتى شي حاجه. وجيت يومين وانايا بايته عند ماجده اللي هي بنت خالت مرت ولد، وصلنا للطلاق حيت قال لي هادوك ماشي ولادك بوحدك، هادوك ولادي انا وياك، وما ديريش شي حاجه بلا الاذن ديالي. وصلنا انا ويا المشاكل كبيره بسبب انني ديت البنات. راه المشكل اللي خصكم تعرفوا، المشكل راه ماشي هو انا، كاين مشكل كبر من انني انا، حيت انا بالعكس انا كتبقى عائلتي هذيك كما بغاو يكونوا مسؤولين. وراه كاين نوع ديال واحد البشر اللي كيدخل هو اللي داير الفتنه، راه ما كيدخل ما بين اللحم والظفر غير الوسخ. هادوك كيبقاو عائلتنا وهادوك كيبقاو والدين راجلي كما بغاو يكونوا. وكما كنقولوا اللحم فاش كيخنز راه كيهزو غير ماليه. احمد من اطيب خلق الله، نتوما ما عارفينش عليه بزاف ديال الحوايج، فالله يخليكم الله يخليكم. حاولوا ان والحاجه باش غادي نختم هاد السطوريات واللي هي حاشا 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 واش الله سبحانه وتعالى يخلي شي واحد مظلوم. دابا يبين البرهان و ماشي مشكل. واللي غنبغي نقول لكم هو ما تثقوش بزاف لي فيديو، حيت الواقع راه شكل تاني شكل اخر ماشي فحال هذا. والانسان ديما يقول الله اعلم، ديما قولوا الله اعلم. عافاكم.